اجتني شي مكافأة يعني؟ ولو يا أستاذ منصور، لأمتى بدك تضل مخبي علينا؟ صدقوني ما بفهم هالشي، شو بدي خبي يعني؟ اليوم طلع تكليفك بتسيير أمور المؤسسة، يعني صرت مدير عام بالوكالة. أنا صرت مدير عام؟ إيه نعم، واليوم وصل قرارك من الوزارة وبتوقيع الوزير. أما هالقصة فعلاً غريبة. يعني عن جد ما عندكم علم أستاذ؟ لا والله يا ابو فايز. طيب المدير العام السابق وينه؟ طار. لوين طار؟ لبيت خالته يعني؟ لا على بيته. شرف استاذ، شرف على مكتبكم. هيك دغري؟ طبعا دغري. شرف شرف. الو نعيمة، مرحبا. سمعيني كلمة مبروك من تمك. الحمد لله. ان شاء الله الف مبروك يا حبي. الله يبارك فيك يا رب. هلا معقول انت ما كان عندك علم انه بدك تصير مدير عام؟ مو ما عندي علم، بس هالشغلة كلياتها ما كانت خاطرة على بالي نهائيا. يو بصير يعني يعينوا موظف في منصب كبير بدون ما يسألوا رأيه؟ بصير، وليش لحتى ما يصير؟ بعدين مين يلي رح يرفض المنصب والعز والجاه؟ مين؟ أنا وغبي هاد. لا حبيبي، مو مسألة غبي ولا ذكي، بس بجوز هالإنسان اللي عينوه بمنصب كبير بدون ما يسألوا رأيه بالتعيين بجوز يحس إنه هالمنصب كبير عليه أو مبهبط أو مانو قد هالمسؤولية. دخيلك أنت التانية، ليش فكرك المناصب بدها مؤهلات خارقة؟ صدقيني إلو المنصب هو اللي بيدعمك، هو اللي بخلي الإنسان فهمان مهما كان عدمان. صدقيني لما قعدت ورا طاولة المدير العام نفسيتي تغيرت وحسيت حالي بكوكب تاني وشعرت بالغطرسة. وهالحكي ما بقوله لحدا، بس إليك لأنك مرتي. طيب إذا رفضت تعيينك بيسهولك شي؟ وليش لحتى أرفض؟ فقال الله ولا فالك. مثلاً، عم بقول مثلاً. ليك والتانية؟ يعني حدا بيرفض النعمة؟ لك شبك انخفقت هالخفقة؟ عم بقلك مثلاً، يعني هلأ إذا شخص اعتذر عن التكليف بيزعجوه ولا بيقبلوا اعتذاره بالمعروف؟ شو بدهم يساولوا يعني؟ أي انمحي، ما في شي بيصير بالزور. شو وين فكرك عايشين نحنا؟ بغابة؟ متأكد؟ طبعاً متأكد، بس صدقيني ما صارت هالشغلة أبداً. اسمعي، بزمانه، من زمان كتير يعني، رفيقي عبدالله اللي كان معي استاذ ثانوي بنفس المدرسة، لما صار وزير التفريغ والاستطلاع ما دري انه صار وزير الا من سمان الحارة تبعه. يو شلون صارت هاي بقى؟ يلي صار انه اخو سمان يشتغل حاجب بالمجلس الوزاري، وهو يلي سمع الخبر وهو يلي نشره. المهم يعني رفيقك رفض يستلم الوزارة؟ لا، شو رفض؟ الرفض قال أتتهم قادة تجرر أذيالها، شلون بده يرفض؟ طيب وشو بيفهمه هو بهالشغلة؟ يعني شو مؤهلات أستاذ الثانوي لحتى يصير وزير؟ يعني قلة كفاءات بالبلد؟ أخذ شهادة جامعية، شو كفاءة أنت تانية؟ لك ما بقصد بالكفاءة يعني شهادة الإعدادي، اللي بقصده أنه مهما كان اختصاص أستاذ الثانوي سواء كان علمي ولا أدبي ما رح يقدر يدير شؤون وزارة. بس لو كان استاذ جامعي او دكتور بالجامعة يعني معتق ومخضرم منقول فيها وما فيها. المهم هلا يا نعيمة، شو بدنا بهاللعي؟ عم قلك هالشغلات بتصير. بعدين تعال قلك، ليش كل هالقد مستوطي حيطي انت ومالي معبي عينك وعم ترميني بحجارك وكأني ما بفهم شي ومثل الأطرش بالزفة؟ صدقيني يا نعيمة، ما كان يطلع قرار من عند الوزير إلا وتأشيرتي وشرحي موجودين عليه وعلى الحاشية كمان.
بجوز، بس يعني انت جوزي وانا اعرف الناس فيك، يعني ما لقوا غيرك لحتى. ولك حبيبتي هي سياسة عليا، عليا تفهمي انت بالسياسة العليا شيء؟ لا انا ما بفهم لا بالسياسة العليا ولا السفلى. بس كأني ملاحظ انه بدك مني ارفض هالمنصب. لا حبيبي ما بدي اياك ترفض المنصب، بس بدي اياك تقول. هلا خلينا رايقين يا نعيمة وباركيلي من قلبك، وبعدين انا لا تواسطت ولا نقرت بواب، العز لحاله لحقنا بدون ما نلحقه. قل له كش اضربه اكسر رجله، قل له فرقنا بريحه طيبه، اي ما صارت ولا بعمرها رح تصير. هلا بعمرك سمعتي انه وزير استقال طائعا مختارا معترفا بامكانياته الضعيفه؟ اي ما بتصير ولا بالاحلام، كله ما شاء الله كان عليه بيقدر يجيب الزير من البير، وما حدا بيعترف بالعجز اطلاقا. وبركي عم تجي الاوامر من اللي اعلم منه وهو اللي ما عم بيشتغل شيء. لك هلا شو بدنا بهالقصص؟ خدي المسألة بالرواق وخلينا بحالنا، شو بدنا بغيرنا؟ حاضر، تكرم عينك، بس اوعك تفكر اني رح مرق لك اياها هيك. كيف يعني؟ يعني انه تضحك على عقلاتي بهيك غدا متواضع. متواضع؟ ايه، قصدي الحلوان لازم يكون شغلة محرزة كبيرة، يعني اسوارة تقيلة، طوق. اها، هلا فهمت عليكي، تكرم عينك من عيني. بس مو هلا ليجي قرار التثبيت تبعي. شو يعني ما فهمت عليك؟ ليش انت لهلا ما صرت مدير عام؟ مدير عام بالوكاله تكليف يعني. ايه شو ايه؟ يعني لازم يطلع قرار تثبيتي لحتى صير مدير عام رسمي. وامتى بيطلع هذا القرار؟ والله علمي علمك، هيك امور بتقدرها السلطات العليا بالبلد. يعني في قابل ما يطلع هيك قرار؟ ما بظن، بس ممكن يتأخر شوي. إيه الله يكملها معنا ويجبلنا خبرك، قصدي يجبلنا قرارك بسرعة يا رب. يا أبو فايز افهم علي، الله يرضى عليك، أنا ما إلي لا وجهة نظر خاصة ولا وجهة نظر عامة، كل ما هنالك بدي تأجلي هالموضوع شوي. بس عفوا أستاذ، أنا ماني شايف أي مبرر للتأجيل، خصوصي إنه حضرتك كنت من أشد المتحمسين للمشروع. بعدين ما بخفيك انه اللجان القديمة عفنت ونخرها السوس وبطل مفعولها ونعرف خيرها من شرها، وشفناها فوق وشفناها تحت، وصار التغيير ضروري يا استاذ. لازم رياح التغيير تهب على هالمديرية لحتى نحس بالفرق ويتغير علينا الطقس شوي. معلش ابو فايز معلش، انا يلي بحدد هالشي. بعدين انا عندي بالشغل اولويات، وهذا المشروع مو ضمن الاولويات. بقى الله يرضى عليك، احفظه عندك للتريوس. مثل ما بتأمر أستاذ. طيب بخصوص أمر الصرف شو نعمل؟ أنا أمر صرف؟ ليش ما دريت أني وقفت كل أوامر صرف؟ لا والله ما دريت. وقفتهم لأنه أنا بالوقت الحاضر يا أخي ما بدي وقع على أمر صرف. بس أمر الصرف هذا ضروري يتوقع يا أستاذ، بعدين هذا مرفق بموافقات رسمية من المدير السابق، وغير هيك المدام أنصاف دفعت من جيبتها للورشات يلي ركبوا البلور الجديد للمكاتب. ماشي الحال، وين أمر الصرف؟ ليك أستاذ، وفي كل الموافقات. وين القلم الأخضر؟ شرف أستاذ. يحول إلى الشؤون القانونية للتريث والدراسة وإبداء الرأي. معقولة؟ طيب ليش لا يحولوا لشؤون قانونية؟ يبدو انه متخوف شوي من التوقيع. ايش هو بده يوقع على طلاق ستو؟ بعدين انا مالي مجبورة ادفع حق بلور مكاتب عن الحكومة. اسم الله، قال ظنيت حالي قاضي غرض مشان ما حدا يفوت على الغرف من الشباك المكسور. تاريخ المدير ما بده يتصرف بشي ولا نسائل عن شي. خلينا نعطيه فرصة لبين ما يتمترس على هالكرسي ويفهم هو الشغل. شو هالحكي هاد؟ معقولة يعني؟ بس انا موضوعي مانو محرز ونظامي 100%. خلاص بكرة الشؤون القانونية بتشرح له الشي. شو هاد؟ شو هالكتاب؟ موافقة سفر سيدي. موافقة سفر؟ طيب ماشي. وين القلم الأخضر؟
عفوا سيدي ليه. للحفظ والتريس. ماشي. وهذا شو ها؟ طلب ضم خدمة. أيوة. يحول للذاتية لبيان الرأي. إيه بس الذاتية سيدي حاطة حاشية وفيها اقتراح بالموافقة ليك هون. أيوة أيوة أيوة. أصبح يحول للشؤون القانونية. لبيان الرأي. عدم المؤاخذة سيدي، الشؤون القانونية ما عندهم مانع. أصبح خلينا نترياس. للتريوس. ها. للتريوس. وهذا شو؟ طلب لإصلاح سيارة نائب المدير. أيوة. طيب. يحول للقسم المالي لبيان الإمكانية. وهالكتاب شو؟ جدول الحوافز الإنتاجية. هلا وقت الحوافز هلا. للتريوس. وهذا شو؟ هي طلب إجازة بلا راتب. أيوة بلا راتب. ماشي. يحول حسب العائدية. وهذا شو هاد؟ هي طلب شراء طاولة لأمين المستودع، لأنه الطاولة القديمة سيدي مهرهرة ومقوصة وصايرة مثل دف اللحام. مع عدم الموافقة. مو وقت الطاولات الجديدة هلا. طاولات جديدة. وشو هالكتاب؟ ليش هتسميك كتير؟ هي طلب تغيير الحنفية بالطابق الأرضي. ليش شبه الحنفية؟ سيدنا عم تنقض من أيام المدير السابق. ركبوا له جلدة. ركبنا سيدي ما مشي الحال. الحنفية مشعورة ولازمة تغيير. سمكوا للجلدة. سمكنا كتير سيدي عبس. ماشي الحال. أصبح تحول إلى القسم الفني لإبداء الرأي. في شي تاني بده توقيع؟ لا سيدي هذا البريد كله. يعطيك العافية. الله يعافيك. ألو مرحبا نعيمة. شو شايفك يا وائل؟ تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يعني ما وقع على شيء؟ تعدمي. اوف وشو السبب يا ترى؟ عم بيقولوا انه مو ناوي يوقع على شيء قبل ما يطلع قراره، لانه المسكين حاسس بحالة انعدام وزن، واذا ما طلع قراره بده يضل ريشه بمهب الريح. شو هالحكي؟ يعني اذا ما طلع قراره بنضل هيك؟ ما في غير انه ندعي لربنا حتى يطلع قرار تثبيته بسرعه وتتحلحل امورنا بقى. القريضه تقرضنا على هالقصه. ما بيصير هيك منصور. انا وعدت لاختي لا تخجلني قدامها. ومين قال لك توعديها قبل ما تشاوريني؟ ما بيصير تقطشي وتلعشي على كيفك يا نعيمه. شو شغله فوضى يعني؟ قلت لحالي شغله بسيطه ما بدها مشاوره. بعدين معقول انت مدير عام اضرب واطرح ما تقدر تعين مستخدم عندك؟ بعدين انت قلت لي بعض مثل سالك انه لازمكم مستخدمين بالمديريه. انا بقدر عين مستخدم، مو شيت اني ما بقدر. بقدر عين 100 مستخدم اذا اقتضى الحال، بس بالوقت الحاضر مو ناوي مد ايدي على شيء اطلاقا. وعدم المؤاخذه يعني بدك تعتبريني مدير عام مع وقف التنفيذ. شو يعني ما فهمت عليك؟ يعني بصراحه انا مجمد كل شيء بهالمديريه من هلا لحتى يطلع قرار تثبيتي. ليش بقى؟ طبعا لانه بخاف يوجهولي اي ملاحظه او اي مساءله. ولا تنسي انه انا هلا العيون مفتحه علي 10/10 وما بدي اغلط لي شي غلطه تقوم توصل للجهات العليا او تتفسر على اني غير كفؤ لهالمنصب وتضعف ثقتهم فيي ويصرفوا نظر عن تثبيتي. يعني من لا يعمل لا يخطئ. ها ها وانت قلتيها بلسانك، من لا يعمل لا يخطئ. وانا لا بدي اعمل ولا بدي اخطئ، يعني ليش لنام بين القبور وشوف مرمات موحشة؟ بكرة بعون الله بيطلع قراري وبعرف ليلي من نهاري. نقطة انت غيري لي السيرة اعملي معروف. شو يا جماعة؟ في شي أخبار جديدة؟
طيب قولي صباح الخير بالاول. لك صباح الخير، طلع قراره؟ لا ستي اطمني، ما طلع شيء لسه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واخر تلامي طمنوني قبل كل شيء، طلع اليوم قراره ولا لسه؟ صباح صباحي. شوف استاذ، هي امر الصرف رجع بالشؤون القانونيه ومكتوب عليه لا مانع قانوني من صرف المبلغ. هيك كاتبين؟ ايه مو مشكله. وين القلم الاخضر؟ ليكو ليكو استاذ. يحول الى هيئه التفتيش في الوزاره لبيان الرأي. بس يا أستاذ الموضوع ما بقدر يا أبو فايز، ما بقدر يا أخي، بخاف يبهدلوني من فوق. لك يا جماعة، هالحنفية اللي عم تنقط لإمتى تضل هيك؟ لا يطلع قراره. شرفوا سيدنا، رجع أمر الصرف من هيئة التفتيش بالوزارة. عظيم جدا، وشو كاتبين عليه يا ترى؟ كاتبين عليه لا مانع من صرف المبلغ المذكور. عظيم كتير، وبهالصورة صارت أمورنا قانونية 100%. يا سيدنا هي من أول قانونية 100%. بس بشرفي معك حق يا سيدنا، لأنه الاحتياط واجب، أحسن ما تتبهدل من فوق. ها شفت معهلاك؟ وين ال القلم الأخضر سيدنا؟ للتريوس. يا جماعة هاتوا بشارة. طلع قراره؟ يعني ثبتوه أخيرا؟ لا. لكن شو؟ حلقوا له على البيت. شو هالحكي؟ ومين حطه بداله؟ أبو فايز. وطلع قرار بتكليفه بتسيير أمور المديرية. ها؟ هذا الحكي اللي بينسمع. أبو فايز أبوها لهالشغلة. يا جماعة بكرة فطوركم على حسابي. إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا مدام انصاف. استاذ بتصور امر هالصرف بقى حاجته، يعني بصراحه عسعس كثير، ما هيك؟ معك حق يا انصاف، هاتي المعامله لشوف. تفضل. وهي مرفق معها كل الموافقات المطلوبه بما فيها الشؤون القانونيه ولجنه التفتيش بالوزاره. عندي علم يا مدام انصاف، عندي علم. بس وين حطيت القلم الاخضر يا ترى؟ ليكو ليكو تحت الظرف استاذ. ها مظبوط. تحول الى الديوان للتريس. شو للتريس؟ كيف استاذ الله يخليك؟ هالامر الصرف هذا صار له عم يتريس عهدين بحالهم، يعني مديرين عمين وحضرتك الثالث. معك حق يا انصاف، راح اعدل لك الملاحظه. الى هيئه التفتيش المالي العليا لبيان الرأي. بس يا أستاذ ما بقدر يا أنصاف، ما بقدر أعمل غير هيك، بخاف يبهدلوني من فوق.